يا ترى ليش ما وصل رانا أهلوات؟ أنا برأيي إنه ما رح يجي. طيب ليش ما بتحجز لي أنا بداله؟ أمي اللي عم توقف بوشي دائماً مع أني عطيت الرد المناسب لكل اللي كانوا حاضرين. أمي كان معها كل الحق. أنا دائماً بنهي الأمور بفوضى كبيرة لما أكون معصبة. ليش هيك كومال؟ ما فيني أتخيل لو أني حكيت مع هدول النسوان وأنا معصبة كل هالقد شو كان رح يصير يا ترى؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.